السلام عليكم. Hello everybody. مرحبا بكم اليوم فيديو جديد في لاشين. Welcome back to our channel. اليوم غادي نهضروا على واحد الحاجه خاصه. Today we will talk about something different special. اليوم غادي نهضروا على كيفاش كيكتبوا المغاربه في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب انستغرام ميسنجر. So today we will see how Moroccans write text messages on Facebook, WhatsApp and so on. حيت بزاف ديال الناس كيصحابهم باللي مغاربه كيكتبوا بالعربيه هو العكس ما كيكتبوش بالعربيه كيكتبوا بحروف لاتينيه ولكن مفهوم عربي. So as you already know some of you Moroccans they write in Latin characters. They don't use Arabic. Maybe 20% or even less use Arabic for messages. دابا انا كتبت لها واحد الميساج وهي خصها تقرا مي قبل ما ندوزو لهادشي غادي نعطيو واحد الدرس خفيف على كيفاش كتكتب العرنسيه كتسمى العرنسيه في خبر العرنسيه ماشي فرنسيه وماشي عربيه العرنسيه because you have to know that Moroccans call like Latinia they call فرنسيه because الحروف اللي قراب القراب اللاتينيه في المغرب هي الفرنسيه حيت اللغه الفرنسيه هي اول دوله كيستعمل اول لغه كيستعملوها داكشي علاش كيبقاو داك الحروف ولكن كيقولوا فرنسيه واخا ماشي فرنسيه دابا حنا كنقولوا لاتينيه ما كنقولوش طاليانيه حروف لاتينيه حروف ما كنقولوش اللغه الطاليانيه دابا انا فهمت علاش ولكن شويه غريب بالنسبه ليا اشناو واش نقتلهم انا نقول لهم دابا اوكي الو مغاربه وي لاباس عليكم كلشي بخير المهم سمع هذوك راه ما سميتهمش الحروف الفرنسيه سميتهم الحروف اللاتينيه اذا خصكم تسميوها اللاتينيه ماشي الفرنسيه صافي يلا قولها لهم كاملين الله يرضي عليك فيق خوتك انا غادي نقول لك شنو عارفه انا اوكي سو 3 stands for عين سي 7 which is ها برافو قاف 9 اتس 9 برافو علاش قلتي لي نقولها كيستعملوا هاد الارقام حيت في الاول ما كانتش الكلافي العرب كانوا كيستعملوها حيت ما يمكنش غتلقى القاء الخاء والحاء و سي والعين هادو كنا كنستعملوا الارقام على بلاص الحروف So the challenge is that I'm going to read like these messages in Latin characters and I will try to understand. Me, I'm, as you know, I'm like, I speak Darija like fluently, I would say. ولكن باش تقرا اللاتينية بالعربية راه صعيبة. غادي نشوفوا هي واش غادي تقدر ولا لا. مشيت باش نقضي هذاك الغرض اللي قلت لك البارح. فقت اليوم في الصباح بكري باش ما نتعطلش باش ما نتعطلش فطرت لبست وخرجت باش براو باش نشد الطوبيس براو نديرو ترجمة انجليش نديرو ترجمة يس اوكي سو اي ونت تو سي ذيس ثينجز اي سبوك تو يو اباوت يسترداي يا اي ووك اب ايرلي سو ذات اي ودنت بي ليت I had breakfast, I put my clothes on, and I went out to catch the bus. Bro! مزيان. سي. اوكي. انا شفت في جوجل مابس غادي يجي توبيس مع 11. وتوبيس ما جا حتى 12. ونس. وانا عندي لا رانديفو مع فرنسيه ديالي لو رانديفو رانديفو ما عندناش وليت واصل تما حتى شي 1:15 دقيقه واو شفتي اي سو اون جوجل مابس ذات ذا باس ويل ارايف ات 11 يا بات ات هازنت ارايف تيل 12:30 يا اند اي هاد ذا اپوينتمنت ات ميد داي at the end, I arrived there at 1:15, so I was late. Right? Is yeah, it correct? Right. Okay. Ndemt ga alesh shdit tobis. So I totally regretted taking a bus. Yeah. Kun mshit ghir ala rijli, kun wasalt qabel men tobis. So if I had walked,
I would have arrived before the bus. Yeah. خسني ندبر في شي موتور بصراحة هيت أيت ما توبيسات ديال والو. So I got to buy a scooter because I'm tired of these crappy buses. Wow. أنا وليت متخصصة. شكرا لكم بزاف. شكرا. عجبكم الفيديو. And now Amir is awake. See you in the next video. مشيت باش نقضي هذاك الغرض اللي قلت لك البارح. مشيت باش نقضي هذاك الغرض اللي قلت لك البارح. فقت اليوم في الصباح بكري باش ما نتعطلش. فطرت لبست وخرجت باش نشد الطوبيس. انا فاش شفت في جوجل مابس غادي يجي الطوبيس مع 11 والطوبيس ما جا حتى 12 ونص وانا عندي رونديفو مع 12 وليت وصلت ما حتى لشي الوحدة وخمستاشر دقيقة او ممكن تقول وليت واصل تما حتى لشي الوحدة وربع. ندمت قاع علاش شديت الطوبيس. كون مشيت غير على رجلية كون وصلت قبل من الطوبيس. خاصني ندبر في شي موتور في صراحة حيت عييت مع هاد الطوبيسات ديال والو.